طبعا السيد رئيس الوزراء بدأ في بداية برنامج الحكومة هي مسألة زرع الثقة بينما تعده الحكومة من وعود ومشاريع وبينما يتم فعلا البت به من أعمال وثم الوصول إلى مرحلة الإنجاز. أهم فقرة اليوم أنه الشعب العراقي بشكل عام يجتمع وبشكل كبير أنه السيد السوداني جاء من أجل أن يكون فعلا حكومة خدمات. طبعا كانت تحديات كبيرة جدا في بادئ الأمر، أيضا وعود من الحكومة بإجراء انتخابات مجالس المحافظات وهذه العقبة الكبيرة جدا تم تجاوزها، وهناك تحدي كبير أمام الحكومة هي مسألة اختيار المحافظين اللي فعلا يكونون قادرين على تنفيذ البرنامج الحكومي للحكومات المحلية، باعتبار أنه يمكن أن تكون هناك مشاريع وبنى تحتية مكملة لما تم البدء فيه في المرحلة السابقة. أيضا مسألة إجراء الانتخابات في كركوك هذا طبعا يعتبر إنجاز مهم جدا، الشروع بمشاريع مهمة تمس حياة المواطن بشكل مباشر هذا بحد ذاته إنجاز.